وعيد بكير خلصت امور اليوم كتير بسرعه تقدر اصور لكم على الضوء الطبيعي اول ما تطلع الشمس. واذا هلا الدنيا كان رح بتشتي بس anyway خلينا نصور. مرحبا، معكم ريبيكا. اليوم موضوع الفيديو شوي خارج عن المعتاد بالنسبه للشانل تبعي، بس اذا بدي اعطيكم معلومات شوي عن حياتي قبل. انا قضيت كثير من وقت ما كان عمري 13، يمكن لو وقتها كان عمري 18 كنت خيم مع مؤسسه انسانيه، وبعدين كنت شفتان كشافه سنين طويله، والي انا واهلي تقريبا بنخيم بحدود 7-8 سنين. فاذا بنجمع هدول القصص كلهم بيطلع لكم مخزون المعلومات في اعطيكم اياها، تحت اعطيكم تيبس اند تريكس حتى تقدروا تخيموا ويكون تخييمكم حلو، يعني القصص الاساسيه اللي بتعزوها بالتخييم. فاذا هذا الموضوع بيعجبكم خليكم عم تتابعوا هذا الفيديو. بس قبل ما بلش لكم بالفيديو ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل تبعي، ضووا الجرس حتى يصلكم معلومات اي متى بطلع فيديو جديد، تعملوا فولو على انستغرام وعلى تويتر، اكيد كلهم موجودين بخانه المعلومات تحت. وهلا خلينا نبلش بالفيديو. سو نحن هلا ماشيين صوب الخيمه تبعي، مثل ما انكم شايفين الخيمه تبعي كلها مسكره، وهون انا حطيت لها قفل. هلا هذا القفل رح تعرفوا بعدين انه كثير مهم وقت تكونوا تخيموا، يو فيل مور سكيور وقت يكون في قفل. خيمتي قبل ما حدا يسال انا جايبتها من اشتري.com. صراحه اذا بدي انصحكم ما بنصحكم تشتروها من عندهم، لانه انا طلبت ريل بيكتشر للخيمه اللي انا جبتها، قالوا لي الخيمه موجوده صورتها على الويب سايت. سو اوريدي انا كنت شايفه صوره الويب سايت، وصراحه لو شفتها هيك ان ريل لايف كنت فكرت مرتين قبل ما اجيبها او كنت جبت القياس الاكبر. بس anyway على طول بدي لكم نصيحه بالتخييم، وقت تحسوا انه هيدي از انف جيبوا اكبر، رح بتعوزوا الكميه الاكبر او القياس الاكبر بالاحرى. anyway هلا رح افتح لكم الخيمه، فوت انا وياكم عليها وصور لكم جوا. مثل ما انكم شايفين فتحت لكم اول سحاب تتشوفوا انه في لها هون باب مع شبك، وهيدا هو مثل كفر فينا نفكه من كل الميلات حتى تصير مثل خيمه صيفيه. 6 ميلات لها نفس الباب مع شبك بس في سحاب واحد. هلا رح كون عم بفتح هذا السحاب ونفوت لجوا سوا. انا ما رح كون عم فرجيكم كيف نصبت خيمتي، لانه مثل ما انكم شايفين خيمتي لها منصوبه تقريبا من شي جمعتين ثلاثه. فيكم تحضروا حيالها فيديو على يوتيوب بفرجيكم انتم اي نوع خيمه جايبينها، وكثير ستبس هينين تحت تنصبوها. عليكم بس تحضروا جاست وان فيديو تأهدوا الانفورميشن اللي هن سوبر ايزي، انت عن جد هيدي اتس بيس اوف كيك كيف تركبوا الخيمه. اول مره بتعذبكم بس ثاني مره صدقوني بتصير كثير كثير هينه عليكم. مثل ما يكون شايفين انا هلا بالخيمه تبعي، الكونفرس تبعي برا. سو اول شيء رح اعمل انه رح سكر اول سحابه اللي هي الباب البراني، بعدين رح سكر ثاني سحابه اللي هو الباب اللي فيه شبك، وفرجيكم كيف فيكم تستعملوا القفل حتى تحسوا حالكم مور سكيور، وبهيدي الطريقه ما حدا في يفتح الخيمه تبعكم. مثل ما يكون شايفين انا اوريدي سكرت الباب البراني وخليته يوصل على الاخر، اوكي؟ الباب الجواني اللي هو كله شبك هلا عم سكره اجين، بخلي شوية فراغ تقدر فوت السحابة تبع الباب البراني. هلا هول الثلاثة السحابات يلي موجودين هون بدي اكون عم بجمعهم بقفل واحد. انا حطيت القفل بثلاث سحابات مثل ما انكم شايفين وسكرته. بهيدي الطريقة كتير صعبة على حدا يقدر يفتح الخيمة من ميلة برا، وبهالطريقة فيكم تناموا انتم رايحين بالكم، لانه ان كيس حدا عم يجرب يفوت عليكم بتكونوا وعيتوا وخلصتوا قبل ما يقدر يفتحها لحد يدهون، لانه بدها سو ماتش افورت تحت يقدر يطلعها انجا نكسة. وكمان اذا بدنا نسكر خيمتنا من ميلة برا نفس الطريقه اللي استعملتها بنعملها بالعكس، يعني بنجمع سحابات جوهنيه مع السحاب البرانيه كلهم بقلب قفل واحد ومنقفله. بهالطريقه كمان كثير بيكون صعب على حدا يقدر يفوت على الخيمه تبعنا. خليني شيل من دربي اكبر ايتم بالخيمه اللي هي فرشتي. هيدي فرشتها وهلا رح فرجيكم العلبه تبعتها تعرفوا مور انفو عنها. حتى فوقها مثل هيدا اللي هو حريم، مش حريم بالاحرى، ملحفه كثير رقيقه بتعطيني دفى زياده، وبتغطى انا على طول بهيدا الحريم، واذا سقعت شوي اكثر بالليل مثل ما بتسقع في لحافه زياده. وللصراحه جبت معها تكيتي انا الخاصه اللي تكيه بنام فيها بالبيت، لانه هيدي التكيه سوبر مريحه. هون عندي تكيه اكسترا بحط عليها اغراضي مثل تليفون انا ونايمه، وهون على طول في حدي أمانة مي لأنه بالليل كتير بعطش. هون في البي جي تبعي، هون في هيدا السويتشر كتير سميك يلي كل مرة تزورت فيها بالتخييم كنت لبستها لأنه عن جد كتير بتدفي، وهون في عنا جاكيت سوبر سميكة فيها فرو، لأنه أجين للي ما بيعرف هون بالليل كتير كتير بتسقع الدنيا. هيدي هي الفرشة اللي أنا اشتريتها، أجين اشتريتها من عند اشتري المارك اسمها بيست واي. قياساتها هن متر 85 سم بالطول، العرض 76 سم، وارتفاعها على الارض هو 22 سم. هلا كارتفاع سوبر بتعقد، وهيدي بتنفخ على الهواء، سوبر مريحه هيدي الفرشه. بس عن جد وقت تلاقوها انه قياسها از اناف جيبوا اكبر، لانه 76 سم كثير صغيره. يعني مثلا اذا انتم بتتشقلبوا بالليل هيدي ابدا ما رح تكون مريحه، واذا انتم طولكم متر 80
وطلوا وقتها تنفخوها رح يبطل هيدا هو طولها لانه رح تاخذ بالارتفاع. سو حسبوا حساب اذا انتم طوال انكم تجيبوا اكبر، واذا انتم بتتشقلبوا بالليل انكم تجيبوا اكبر، لانه ما عندنا مريحه صراحه. انا شوي بتشقلب بالليل وما كتير مبسوطه فيها. يعني السنه الجاي ام غانا باي ذا اكزاكت سيم وان، بس اكيد قياسات اكبر بكتير. كل مرة كنت أذكر التخييم عندي على الانستغرام كنت أنسأل شو هني أساسيات التخييم. هلأ بالنسبة لي أنا شخصيا في 3 برودكتس إذا معكم ياهون التخييم تبعكم رح بيصير أسهل. بقية القصص هي شخصية، في عالم بتعوز مينيموم برودكت، في عالم بتحب مثل تطلع مع قصص زيادة just in case عايزة شي. سو هيدا الشي بيرجع لكم، أنا رح فرجيكم أنا شو مطلع معي وأنتوا على أساسه بتشوفوا. ما تنسوا فكرة إنه أنا طلعت بسيارتي كان معي محل خيمتي كبيرة بتساع. سو قدرت حط فرشتي وحط غراضي. وقت تكونوا جايبين خيمة أقل بتكونوا very smart كيف بتكون ضبوا غراضكم. ولح بتشوفي أنا جايبة معي الفول items يعني الفول size products، لأنه أجان معي خيمتي بطالعة بسيارتي كنت قدر حطونا الغراض. إذا بهمكم تشوفوا كيف أنا بضبضي الغراض وتكون مسافرة رايحة for a weekend ومعي space كتير قليلة. أنا وقت عملت الفلوج بسافرت على سوريا for a weekend فرجيتكم بأي طريقة أنا بضبضي الغراض بطريقة super super minimal. إذا بهمكم هذا الموضوع حترك لكم لينك لهالفيديو بخانة المعلومات تحت، فوتوا عليه احضروا أول 3 دقايق من الفيديو you'll get to know عن جد كيف فيكم تضبوا غراضكم بطريقة super 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 smart. هيدي نظرة سريعة على الخيمة تبعي وكل الايتمز اللي جايبتهم. مثل ما انكم شايفين في فراغ لأنه حطيت لكم على جنب الثلاثة ايتمز اللي أنا بحسهم أساسيات للتخييم. هون في هيدا الكيس وفي هيدا الشنطة اللي كنت طلع فيهم كل غراضي قبل ما أفرش الغراض. والثلاثة ايتمز اللي أنا بالنسبة لي هن كتير essential للتخييم. في عنا أول شيء الوايبس. بالتخييم الوايبس is your best friend. So مش كل الوقت العالم قادرة تتحمم لأنه أول شيء هون already بنهار في ساعة صوت خيلو بالليل ومش دايما المي متوفرة. So الوايبس جيبوا وايبس وكتروا. هيدول my favorite wipes من صنيطة هابيز. أعطوا بحب اشتريون وبشتريون في باكس كبار. تاني item كمان related لهيدا يلي هو dry shampoo. هيدا من غارنييه، ما بظن هيدا موجود بلبنان بس أنا بعرف إنه باتيست موجودة بلبنان وباتيست is good. So dry shampoo كمان مش دايما نحن قادرين نتحمم. So dry shampoo is a great option. هيك على القليلة بتضلكم شعركم looking fresh وما كأنه لكم 3-4 أيام بلا حمام. وثالث آيتم يلي هو أهم آيتم عطول بذكره هو sunscreen. هلأ أنا عم بستعمل هيدا من إيديال. هيدا is a good sunscreen في SPF 50 وparaben free و it's water resistant. بس أنا شخصيا بحب البيزلاين أكتر. بس again sunscreen is a must. So إذا معكم هاي ثلاثة items you are good to go. هلأ رح فرجيكم القصص الزيادة اللي أنتم معقولة تعوزون بالتخييم. رح بلش لكم هلأ بالتور على الخيمة كل products وصولا لعند الفرشة. أول شيء رح بتشوفوا في علبة الفرشة اللي بقلبها كمان في الشنطة تبع الخيمة. بهالطريقة هن موجودين دغري قدامي ما بضيعون. وقت بدي ضبط بغراضي it's easier for me. حدا بتشوفوا الشنطة اللي طلعت فيها 3/4 غراضي بقلب هيدي الشنطة ما رح تشوفوا شو فيها لأنه فيها my underwears. Nobody need to see that. وحدا في a clean decent shoes في حال أنا صار عندي شي وطريت روح في ألبس اسبادرين ديف مش مثل الكونفرس اللي برا شايفينه. هيدا super super موسخ. Next في عنا هيدا الايتم يلي هو غسول نسائي. شوي تي ام اي ما ضروري نفسر اكتر من هالقد جاست انه انا مطلعته معي. تاني شي في عنا هيدا الشنطة يلي فيها 3/4 القصص يلي انا معقول يعوزها بالحمام. اول ايتم في فرشاة الشعر تبعي اللي هي ماي فيفورت مكتوب عليها اكسترا دو. عن جد اتس اكسترا دو. رح كون عم حط لكم بخانة المعلومات تحت وين معقول تلاقوها لهيدي الفرشاية. نيكست اكيد في عنا معجون اسنان وفرشاة اسنان يلي هن محطوطين بالاون كيس تبعهم. نيكست في عنا صحة اوتومايزر يلي هي عبارة عن مي بقلب سبراي باتر. سو كتير بحب استعملها على طول. وفي عندي هيدا الغسول يلي على طول بستعمله لوجهي يلي هو هيدا عن جد one of my favorite من Essentity Tree Facial Gel Scrub. سو هيدا عن جد بالنسبة لحدا بتزيد بشرته وعنده مسام مفتوحة هيدا أحلى شي استعملته على بشرتي. للأسف هيدا أنا كتلاقيه عند فهد سوبر ماركت بجوني ريسنتلي ما بقى عم لاقي منه أبدا. سو بعد عندي one extra one بالبيت ورح استعمله وتأكده لآخر آخر نقطة قد ما بحبه. وأكيد إذا حدا راح على UK رح كون عم وصيهم عليهم. أو في عندي هيدا التونر يلي هو again spray toner. هيدا بتلاقوه من عند Russian products in Lebanon. هيدا في hyaluronic acid وهيدا كتير بينعش لبشرتي. سو هيدا the only thing اللي عم بستعمله أنا عشية قبل ما نام. سو هيدا بحسه is enough بالنسبة لأنه أنا عم بحمي بشرتي بالنهار وبالليل عم غسلها وعم برجع حط هيدا التونر نام. وبالنسبة لنهار الداي كريم يلي جايبته معي هو just هيدا الميني يلي أخدته معي كمان على سفرة سوريا وأنجأ بعتيه شوي. سو أنجأ رح يقضيني تحت خالص كامبينج اللي هو from Eucerin Dermo Purifying All Control Mattifying
كولينج فلويد. سو هيدا انا بس استعمله بركز انه استعمله على التيزون تبعي اللي هي التيزون بتزيت عندي لانه انا اويلي تو كومبينيشن سكن. وصراحه بحسه انه عن جد هيدا البرودكت بيساعد انه تزيد ببشرتي يخف وقتها استعمله. باي ذا واي انا افرجيكم القصص اللي عم بستعملها كل يوم. نسيت افرجيكم هيدا الاي كريم يلي كان واقع تحت الشنطه. سو كمان جايبه معي اي كريم لانه اكيد بدي ضلني حافظ على الترطيب تحت عيوني لانه اي هاف فيري دراي اندر ايز. وكمان في الليب بوم يلي كان حط فرشتي نسيت افرجيكم اياه اللي هو فروم فازلين يلي هو الكريم بلولي. هيدا من احسن الليب بومز يلي معقول تجربوا. باي ذا واي نسيت اسكلكم انه كمان هيدي الشنطه فيها المناشف الصغار اللي انا جايبتهم كرمال وجهي وكرمال اذا بدي اغسل بارتس من جسمي. ثاني شيء في عنا هيدي الباوتش اللي هي حاطه فيها انا الهيدفونز وهيك قصص خاصه بالالكترونكس. عنا هيدي الباوتش الهيوج يلي فيها قصص خاصه بالميك اب وبرشز. اذا بتحبوا تعرفوا شو فيها هيدي الباوتش انا ما رح افرجيكم اياها هلا. رح اقول لكم انا نيكست ويك رح اكون عامله فيديو هو كيف تعملوا يور ميك اب بميمو برودكتس وقت تكونوا مستعجلين. سو حبيت اصور لكم اياه انا وهون. سو ستي تون كرمال هيداك الفيديو بس يطلع اكيد رح ارجع احطه بخانه المعلومات تبع هيدا الفيديو. وبهالطريقه بتقدروا تشوفوا انه عن جد يو كان دو ان ابسولوتلي جورجيوس ميك اب بميمو برودكت يلي كانوا رح بيكونوا موجودين بهيدا الباوتش. anyway moving on في عنا هيدا الباوتش يلي هي كلها قصص خاصة بالضفير. من بيناتهم رح تقدر تشوفوا النيل بولش يلي انا حطته. هلا رح افتحها وفرجيكم item item شو في بقلبها. فضيت لكم الاغراض من الباوتش لانه هيدا الباوتش كان فيها كل هيدولي. سو انا حدا مهووسه بالضفير سو كثير تيبيكال انه طلع معي هيك برودكت واكثر. اول ايتم في عنا اياه نيل بولش ريموفر. سو هيدا تقريبا اي ميني سايز فروم الما. هيدا موجود على فيل 22. This is a very good nail polish remover مع انه اتس نوت ماي فيفورت لانه مجربه احسن منه بس اتس فيري جود. ورح اترك لكم اكيد معلومات عنه بخانه المعلومات تحت. اكيد مطلعه معي كثير قطن كرمال شيل فيهم النيل بولش. مطلعه معي اول شيء ماي فيفورت ever hand cream. هيدا again بتلاقوه على فيل 22. هيدا البايو تايم بيرفكت هاند. انا اللي بحبه هو اللي فيه افوكا. سو هيدا اولموست رح يخلص فمطلعته معي وام سكويزينج ذا لايف اوت اوف ات. وبعدين اكيد رح قصه واستعمله لاخر نقطه. وان كيس هيدا خلص ضليتني بحاجه لترطيب لايديي مطلعه معي هيدا البايو مارين اكوا سوفت هاند اند نيلز موستورايزنج كريم. سو هيدا انا بعدني ام تيستينج ات بعده هيدا ماي فيفورت بس سنس هيدا رح يخلص قلت بطلع معي باك اب 1. مطلعه اكيد معي نيل فايلز. طلع معي هيدي الريشة حتى نضيف فيها داير من دار ضفيري بس وسخهم بالنيل بولش مع انه هيدا كتير نادر حتى يصير. طلع معي كوتيكل بوشر. طلع معي هيدي الخشبة اللي بنضيف فيها ضفيرنا نحن عم نحط نيل بولش. طلع معي هيدي اللي هو ماي فيفورت نيل اول هيدا من الجورازون. بس انا حطيته بهيدي التوب اللي كتير صغير اللي هو كان من اسنس بس خلص صرت عبيه على طول من ماي فيفورت كوتيكل اويل. وكمان سنس عم نحكي عن نيل كير طلع معي من هيدا البال ارغان يلي هو ريبير سيروم جولد تاتش. سو هيدا كمان اويل للضفير. هيدا انا عم بستعمله بالليل از ماي نيل نايت سيروم. سو بحطه على ضفيري هو بيمتص بسرعه بس انا بكتر منه شوي بحط منه وبنام. وبالنسبه للقصص اللي خاصه بالضفير طلع معي اول شيء هيدا از بيس كود هيدا من جولدن روز يلي هو النيل اكسبرت سموثينج بيس نيل فاونديشن. سو هيدا از اي بيس كود كثير منيح بس طلعته معي لسبب واحد انه صار على اخر وبدي اجرب خلصه بهيدا الكامبينج. طلعه معي از توب كوت هيدا الميني فروم ساموا. هيدا اجا وقتها كانوا اثنين انكسر اللون بقي عندي التوب كوت موجود. وبالنسبه للون يلي شايفينه على ضفيري يلي هو سوبر رائع بعرف رح انسال عنه. سو انا مستعمله فروم لكسي يلي هو رقمه 474 ان بيتش بليز. سوبر رائع هيدا اللون واكيد حطيت فوقه المات توب كوت حتى يبين هالقد نيون حلو. هيدا التوب كوت هو فروم جوسي بيوتي اللي هو البينك نيل لاكر مات. هيدا التوب كوت مات وبينشف سوبر بسرعه. وان كيس حبيت حط لون شوي جيرلي اكثر ومنه نيون طلع معي ميني سايز فروم لكسي اللي هو اكثر واحد مبيع عندهم اسمه بيربليتا. ذس وان على ضفير غير عالم كليا. نيكست في عنا هيدي الباوتش الصغيره هيدي اللي حاطه فيها انا كل شيء اكسسوارز بدي طلعهم معي كل شيء هير اكسسوارز يعني عم نحكي بوبي بينز يعني هن بابيس وربطات شعر. هون اوريدي شفتوني اللي هن ثلاثه ايتمز اللي هن اهم شيء بالنسبه للتخييم. وطلعه معي اكيد رول اون يلي هي ماي فيفرت رول اون ايفر يلي ما بستعمل غيرها يلي هي فروم ايفن فار اواي رول اون. ومطلعه معي هيدي البادي سبلاش فروم جوسي بيوتي لحسب حتى اشوف لكم اسمها. هيدي يلي على كاندي ريحتها سوبر حلوه وهيدي فيها هيدا اللوك سو فيكم تنتبهوا انه ما تنزل ابدا برودكتس which is سوبر اوسم. وهيدي كثير رخيصه اكيد طلع معي شابو لانه اللي ما بيعرف وي نيد ذات. طلع معي هيدي البانون
ان كيس انا بدي احط اغراضي اللي هن موجودين اصلا بالساك هون اللي هن ماي بيرسونال ستاف. طلع معي هيدي البنان ساعتها بحطها على خستري وبضلهم ماي برودكتس مش ماي برودكتس اغراضي الشخصيه محفوظين بقلبها وما بيضيعوا. في عنا هون الشنطه تبع الكام سوري ما عم بعرف احكي عم بحكي كثير بنفس الوقت. هون مطلع معي ماي مالتي فيتامينز يلي هن قصص لانه انا بشتغل بالليل ناقصني كثير فيتامينز. هون في عنا هدول رولو تواليت لانه بالليل اضطروا تطلعوا على الحمام سو مش فاضيه روح على مطرح من رولو تواليت وفوت على الحمام جاست باخذ وان معي وبروح. ماي سكند فون يلي ما له خص بالفيديو. هون الساك تبعي الشخصي حطوه ورا الاغراض تما يبين. وهون في عنا هذا الكيس يلي فيه كل التياب الزياده اللي انا معي اياه. هون الشارجريت تبعي. هون في ماي برايرز المسابح. هون في عنا ترايبود للكام لانه بدي اصور بعد شوي هاو ام غانا جيت ريدي مع هيدا. وهيك بكون خلصت لكم تور لكل شيء موجود بقلب الخيمه. بتمنى تكون عجبتكم هيدي التور السريعه على الخيمه وتكونوا استفدتوا من شويه معلومات انا قلت لكم اياها. ما تنسوا مثل ما قلت لكم التخييم هو شيء بيرسونال سو في عالم معقول تطلع معها تو ايتمز اند ات ويل بي جود تو جو. في عالم مثلي انا بحاجه تطلع معها 100 ايتم تتحس حالها هي مرتاحه لانه اذا ما عرفتوا بعد ام اكسترا. anyway كل البرودكت يلي ذكرت لكم اياها انا رح كون حطيت لكم اياها بخانه المعلومات تحت بالتسلسل يلي ورديت بالفيديو. وكمان اذا كان في حيلا ديسكاونت بيخولكم تحصلوا على خصم على البرودكت رح كون حطيت لكم اياه حد كل برودكت سو تاكدوا انكم تشوفوا خانه المعلومات تحت تشيكر اوت ما تنسوا هذا الشيء. سوري اذا كان لوني عم يغير خلال الفيديو بس مثل ما انكم شايفين اليوم رح بتشتتني سو بتطلع الشمس انجع ثانيتين بضوي وجهي glowing وبعدين بترجع بتروح الشمس برجع بتصير اورنج لانه عم تعكس خيمتي علي. بعذروني على هيدا الشيء. ما تنسوا قبل ما تطلع من الفيديو تعملوا سبسكرايب على القناه تبعي ضووا الجرس عشان يوصلكم معلومات كل مره انا بطلع فيها فيديو جديد. وحيالله حدا عنده فكره حلوه او تشالنج بحب نصوره على اليوتيوب شانل تبعي بليز شكوا لي اياه از كومنت بخانه التعليقات تحت لانه انا اكيد بقراه هون وبحب صور اللي انتم حابين تشوفوه مني بالمستقبل. وكمان ما تنسوا تعملوا فولو على انستغرام على تويتر سبيشلي على انستغرام ام فيري active there وبتقدروا تحصلوا على كتير معلومات مني daily. وانا على راد بشوفكم بفيديو جاي. باي.